يعني أنا دائما أحكي بهذا الموضوع، أشوف يعني مو بس الزوجة إنه اللي تتنازل، أشوف حتى إذا بتنازلت أشوف الأزواج إنه يبذلون المستحيل ويسوون المستحيل في سبيل إنه ما ينطيها حقوقها الزوجية. زين حقوقها الزوجية هي شنو إذا مؤخر الصداق أو النفقة الماضية أو نفقة العدة مقابل إنه هي الزوجة انطتك عمرها؟ يعني هي الزوجة بذلت لعمرها، انطت عمرها، تركت بيت أهلها، ضحت بهواية شغلات يعني على مودة، يعني شنو هو مؤخر الصداق مقابل أنه ينطي هياب؟ وإذا انتهت الحياة الزوجية وإذا صار انفصال وإذا صار شنو هي هاي المبالغ اللي هي هاي رب العالمين يعني وبالشرع وبالقانون انفرضت عليها؟ يعني هي حقها، هذا حقها القانوني وحقها بالشرع وحقها بكل الأحوال.